احتفالات في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي، يوم تأسيس المملكة التي تأسست في الدولة السعودية الأولى، ثم على يد الملك عبد العزيز آل سعود، وبدأ يوحد أطراف المملكة ويقيم المملكة العربية السعودية التي يعني اتسعت أراضيها وامتدت مشاريعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمواقف، فيحتفلون بهذا اليوم. كان هذا اليوم يحتفل به بالعرضة، رجال بالسيف رجولة. الآن للأسف نرى احتفالات أشبه بالمسخرة، ليصبح مسخرة اليوم الوطني وليس اليوم الوطني. ماذا حدث للمملكة وماذا حدث في المملكة؟ هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. المملكة العربية السعودية في سبتمبر، في يوم 23 سبتمبر، بتحتفل كل عام باليوم الوطني. وفي هذا اليوم الذي يحتفل فيه هو ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، ومنذ أسسها عبد العزيز آل سعود الملك عبد العزيز، وكانت مملكة بسيطة، ثم بدأت تتسع وتترامى أطرافها، ثم على ذلك بدأ يظهر البترول وأصبح للمملكة أيادي بيضاء كثيرة في الأمة العربية والإسلامية. الحقيقة عليها ملاحظات في سياسات لها شأن كل عمل بشري، كل شأن كل دولة يعني يقوم بها أفراد وبشر. لكن من المؤسف، وكلمة لكن، أن هذا اليوم الوطني المفروض الناس تحتفل به كما كان يحدث من قبل، كتب توزع على أهل العلم، كلمات، مؤتمرات، الموسيقى الوطنية، العرضة بالسيف، يعني أشياء تنم عن الرجولة وتعبر عن التراث السعودي العربي. السعودية والسعوديون عرب، أصحاب نخوة وخلق ومحافظة وكرامة، لكن ما أصبحنا نراه الحقيقة شيء محزن. وبقول والله ليس تشفيا وليس بغضا، والله الذي لا إله غيره حبا في السعودية وأهلها. ليست لي مصلحة مع السعودية وليست لي عداوة معها ولا مع أي دولة بالمناسبة، حتى لو في سلطة بتعاديني أو تعادي توجهي أو تعادي القضية التي أحملها، أنا ليس لي معهم يعني أي. لكن الشعوب اللي فعلا الإنسان بيحزن عليها، هذا الشعب العربي السعودي الذي فيه أناس أهل أخلاق وكرم ومثل وقيم، وملأوا الدنيا بمشاريعهم الخيرية والعلمية وأهل علم، يعني الأفراد الذين ذهبوا إلى أوروبا ليتعلموا وجاءوا إلى مصر لا زالوا يدينون بالفضل لمصر وللعالم العربي والإسلامي، أهل عروبة ونخوة. هذا المجمل العام، الأغلبية العظمى في أهل السعودية أهل نخوة وكرامة وخلق. ما بدأ يحدث شيء مرعب أخلاقيا، أن رجال بترقص كالنساء. عالم السعودية اللي مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله يتمرقع به حد بهذا الشكل اللي كله مرقعة وميوعة وقلة أدب وخنوثة؟ ما هذا؟ بنات تتعرى وترقص في وسط رجال بالكلام ده؟ هذه ليست السعودية وهذه ليست دولة عربية. الدولة العربية والعربي بوجه عام لا يابى، يابى مثل هذا الأمر، يابى أن يكون لحمه وعرضه مشاعا على الناس بهذا الشكل وفيديوهات والكلام ده. حد يقول ما ده عندك في مصر؟ نعم، وأرفضه وأباه ولا أحبه وضده. وإذا كان ده حتى تواجه، يعني احنا يوم 6 أكتوبر الناس بدل ما تعمل عرض عسكري في مصر تنزل الرأس، أنا أرفض ذلك إذا حدث. فأنا أقول ذلك حبا لأوطاننا وبلادنا وبغضا للذين يميعون بلادنا وأوطاننا. إذا أردتم تقدما للسعودية وتطويرا، التطوير ما يكونش بهز الوسط ولا برقص الرجال كالنساء ولا بالخنوثة. التطوير والتقدم والرقي كان عملتوه من سنين، لما أرسلتم أبنائكم إلى الغرب يدرسون، لما فتحتم الجامعات، لما تقدم الطب، لما زرعتم قمح، لما صدرتم للعالم التمور وغيرها، لما صدرتم للعالم
المصاحف التي طبعت، لما الناس بتيجي المملكة تعتمر وتحج وترجع معاها ماء زمزم ومعاها هدايا، هدية من الملك عبد العزيز، الملك عبد الله، الملك فهد، الملك فلان، الملك سلمان، أي مكان. الملك سلمان اللي كان أمير وقت أن جمع التبرعات لأفغانستان، الآن في عهده يحدث هذا الأمر، شيء طبعا محزن. لم يكن من قبله ملائكة، طبعا كانوا بشر لهم وعليهم، بس على الأقل أي شيء مخطئ، أي شيء غلط، فساد مستتر، المعاصي يستتر بها، لكن المجاهرة بالمعاصي، المجاهرة بالفسق، المجاهرة بالفجور، هذا شيء مرعب. يعني بيحكي أحد الناس عن موقف لا أعلم ما صحته، لكن الأخ صادق، إن بنت كتبت رقمها اللي عايزة، فحد راح اشتكى عليها أن الكلام ده اتاخد هو للاسم، وفي الآخر راح حد يضمنه، أنت مالك تبلغ ليه؟ ما بقولش الناس تبلغ عن بعض، لكن على الأقل في نخوة ومروءة. هذا الانحراف الخلقي سيودي بأي خير في المملكة، سواء خير اقتصادي او اجتماعي وغيره، وده الاجتماعي بينتهي لما النهاردة يبقى الأب مربي أولاده على التحفظ والاحترام، فجأة يفلت عيارهم بنين وبنات بهذا الشكل. مش معناه بقى حرم الاحتفال باليوم الوطني، لا، أنا لا أحرمه، ولا حد من المشايخ اللي في السعودية حرمه من قبل، إنما هذا الفسق الذي يحدث، هذه المسخرة باسم وطني، علاقة الوطن المملكة العربية السعودية كوطن بما نشاهده من فيديوهات وغيره، لا علاقة. علاقة هذا الإنفاق بهذا البذخ الشديد في كرة القدم واللاعبين وغيره، ملايين تنفق. واحد يقول طب ما قطر ودفعت مليارات، وانا ضد هذا البذخ المليارات في كرة قدم اي مكان، ايضا ضد هذا، مش مؤيده. يعني المحرم حرام على الكل، انما الناس توازن، يعني في خطأ في ده وفي حاجة بتعالج معاها، انما اللي احنا شايفينه الان للأسف شيء محزن ومخجل، والحقيقة والله بقولها حسرة على حال المملكة العربية السعودية، السعودية التي كانت منارة في أعمال الخير هي وأهلها، عشان الواحد يكون منصف، يعني في قضايا أخرى نعم كانوا سباقين. النهاردة يعني عشان أنا أتحول أقول إن أنا مش متشدد، أقوم أتسيب عشان ما أقتلش عن راجل متزمت، أو ما أطلع راجل متمسخر أهين نفسي؟ اللي بتعمله اللي بتعمله في السعودية ده إهانة للسعودية، مش إكراما لها، وإهانة ليوم الوطني، وإهانة للمملكة، وإهانة للمؤسسين، وإهانة لكل من حكم، وإهانة لمن هو موجود، لإني بيعطي عنوانا سيئا وقبيحا لا يليق بالمملكة العربية السعودية، لا تاريخا ولا حاضرا ولا مستقبلا، ما يليقش بها أبدا أبدا، ولا يليق بالقامات الموجودة فيها، الناس الموجودة، ولا ننكر فيها أهل فضل وأهل خير، اختلف او اتفق زي ما انت عايز، لكن ما يحدث شيء مخزي للاسف فيما سمي باليوم الوطني، كانت مسخره اليوم الوطني. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب على الجميع، وان يستر الجميع، وان يحفظنا جميعا بحفظه، اللهم امين. اقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.